صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يقول هل تدل هذه الآية على أن التفكر في مخلوقات الله تعالى يكون عبادة يتقرب بها إلى الله؟ نعم، إذا تدبر في آيات الله وليستدل بها على عظمة الله واستحقاقه للعبادة، فهذا التفكر عبادة، هذا التفكر عبادة لله، لأنه يؤدي إلى خير، يؤدي إلى إيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم.